ضيفنا هي الظاهرة الموسيقية لقيس لنحكي أكثر عن هي الظاهرة وغيرها من الأمور. بصيرنا نرحب باستوديو صباحنا غير لليوم الأستاذ محمد زغلول مدير مديرية المعهد الموسيقية. أستاذ صباحك، أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. صباح. يسعد صباحك. خلينا نحكي عن الطفل قيس. كنا عم نتابع يمكن المشاهد وجميع الموجودين بالاستديو مبهورين بي. والله هو لك شيء بيرفع الراس بصراحه، التقنيه العاليه دمام. كيف اصابعه عم تعزف بطريقه ما شاء الله. لاليوم قيس الصفدي هو من طلاب معهد صحيح الوادي للموسيقى اللي انتسب للمعهد بال 2013، عمره 10 سنين. طبعا انت الوهله الاولى اذا بتكوني مغمضه عيونك عم تسمعي بتقولي شو يعني عزف بروفيشنال هو بصراحه، يعني حتى الاوركسترا الكريملين والقاعه اللي هو لازم كان يكون معنا، فصار عنده ظرف رح يكون معنا ان شاء الله بالحلقات القادمه. بس يعني ان شاء الله رح نحكي الشيء الكافي. قيس من الطلاب الموهوبين من لما انتسب للمعهد لمعهد صحيح الوادي ب 2013 مثل ما قلت لك، 2014 دخلنا آلة البيانو، اثبت جداره وموجوديه من اول سنه دخل فيها، كان ضمن المكرمين وتعاملنا كمعهد صحيح الوادي بمديرية المعهد. نحن بال 2015 حفل تكريم المتفوقين، كان هو من ضمن المكرمين بالسنه الاولى لقسم البيانو، وعاده سنه اولى نادرا ما يتكرم حدا لانه بيكون لساته بالمرحله التاسيسيه يعني بالبدايه فينا نقول بالبدايه، بس هو فعلا اثبت موجود يعني موجوديه وموهبه من بدايه دخوله المعهد. اليوم هو بالسنه الثالثه بمعهد صلحي. اليوم انا بشوف في قضيه كثير مهمه جدا انه قيس يعني عمر اكتسابه عمر هو السنه الثالثه من الحرب الكونيه على سوريا. تماما. بالسنه الثالثه من الحرب اليوم نحن اطفالنا عم نكون مبدعين، معاهدنا عم بتضل مستمره، اساتذتنا موجودين، الطاقم الاداري موجود، فعم نشوف النتيجه اليوم باهم المحافل الدوليه لما تم ترشيحه لقيس الصفدي وانقبل، كان اصغر المشاركين سنا، عزف مع اهم اوركسترا من الاوركسترات العالميه اوركسترا الكريملين باهم القاعات، هي قاعه نفس القاعه الرئاسيه تبع تنصيب الرئاسه الروسيه، نفس القاعه اللي هلا كنا عم نشوفها. الوقت هو كان كثير قليل كبروفات، هو المهرجان اسمه مهرجان الاجيال، يقام سنويا من 24 ل 28 ايار، حفل دوكات 28 الشهر، تقريبا عمل بروفتين او ثلاثه مع الاوركسترا، بس كانه بيعرفهم وبيعرفوه من زمان، يعني هذا التالف الموسيقي والتناغم اليوم اللي سمعناه نتيجة يعني تقولي في خبرة بالقصة، وهي سبحان الله موهبة من الله يعني لهذا الطفل. يعني أستاذ محمد مثل ما حكيت إنه طفل بهذا السن وبهي ظل هي الحرب اللي نحن عايشينها، ثلاث سنين من عمره بقلب الحرب، هن ثلاث سنين من مشاركته وتفوقه وأيضا تمثيلنا بالخارج، يعني قد ايه مهم هذا الشيء وقد ايه عم تحرصوا يمكن بي كمان بالمعهد إنه يكون في هذا النهج. حريصين جدا هلا كوزارة ثقافة وكمديرية معاهد من خلال معاهدنا الموجودة بالمحافظات على تنمية شخصية الطفل. اليوم أطفال سوريا هن أطفال مبدعين، يعني عم نشوف نحن دائما الطرف الآخر كيف عم بيحاول يقدمهم بالفكر التكفيري وإنه بأساس الإرهاب وإلى آخره، كيف عم نشوفهم ونحن لا عم نقدم نحن هذا الطفل السوري مثل قيس الصفدي. اليوم هذا الطفل الموهوب اللي بفضل موهبته وبفضل المتابعة من أستاذته فيكتوريا اللي بنوجه لها تحية كبيرة خلال هي السنوات بالمعهد، شفنا هي النتيجة. اليوم سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة المشاركة بهذا المهرجان من ضمن تسعة دول، من بيناتهم الصين، من بيناتهم صربيا، من بيناتهم أرمينيا، كان هو أصغر الأطفال سنا بالمشاركة. كان قيس ضمن الريبورتاج العالمي اللي اختاروه للمهرجان، كان واحد من أصغر أربع أطفال هو كمان موجود ضمن الريبورتاج اللي انعمل بالتلفزيون الروسي. فهي المشاركة بصراحة يعني هي حلم لأي موسيقي بأي سن، فما بالك انت اليوم واحد بسن الطفوله بلش بهذا الشيء الكبير اللي هو بيحمله اكيد اليوم مسؤوليه كبيره، وبيحملنا نحن كمان اليوم كمعاهد موسيقيه ووزاره الثقافه كمان مسؤوليه اكبر اتجاه الجيل اليوم اللي احنا فعلا عم نسعى انه نقدم افضل ما عندنا رغم كل يعني بافضل بالامكانيات المتاحه. يعني اليوم عدد الموسيقيين هو اقل من غير سنين، مع شيء بتلاقي اليوم الاساتذه مواظبين على دروسهم، عم نشوف هي النتائج حتى على مستوى اليوم الريادي على مستوى طرائع سوريا، بنشوف ست طلاب من معهد محمود العجام بالقادية كانوا هن ستة على مستوى سوريا، حتى من معهد صحيح الوادي حتى من حمص. فمشاركة قيس بصراحة نحن كثير بنعتز فيها وبنفتخر فيها اليوم انه كان العالم السوري موجود على ضمن اهم المحافل الدولية اللي احنا بنعتبرها حتى موسيقيا حتى بكل المجالات. قيس فعلا اثبت موجوديه، كثير كانوا مبسوطين معه، يعني حكيت لنا استاذته فيكتوريا حتى قيس يعني بالمشاركه الدول فعلا انبهروا انه اليوم سوريا برغم كل شيء عم بيصير فيها انه في معاهد موسيقيه، في هدول الاطفال المبدعين، في ابداع على مستوى عالي جدا، فهذا فعلا عمل يعني هيك نقله نوعيه اتجاه الشيء اللي عم بيصير معنا.
يمكن هذا اللي بيميز الشعب السوري وإرادته، لأنه كل ما يمكن زاد عليك الإرهاب وضغط، كل ما ولد الإبداع بطريقة أجمل وإله خصوصية سورية. مزبوط. خلينا نحكي معك، شو كان شعورك لما تم اختيار قيس ضمن الأطفال الأربعة أصغر أربع عازفين المشاركة بفعالية عالمية لموسيقى عالمية؟ قديش إنه ضمن فعلا مثل ما قلت إنه هي ظروف وضمن معاهدنا وفي وقت قياسي كتير، يعني نحن عم نقول قيس ما صار له سنتين ثلاث سنين بالمعهد، يعني نحن عم نقول عم طفل عمره 10 سنين لازم يكون كمحترف 6-7 سنين، يعني منذ أقل شيء يعني ممكن 6-7 سنين ما يعطي هي النتيجة. ولا تنسي اليوم لموضوع الطفل دائما متعب، يعني إنه اليوم تلاقي طفل يتحمل مسؤولية، يعني قيس عنده كل يوم 3 ساعات تمرين. يعني اليوم انت طفل عمره 8-9 سنين انه ببلش من حياته انه كل يوم 3 ساعات تمرين ما شاء الله عليه، بوقت انه انت بتلاقي ولد ثاني لك يا بابا اترك الموبايل روح اتدرب اترك كذا. لانه شو كان وقع الاختيار يعني لما قال يعني الطفل انه هو عنده هي حس المسؤوليه، عنده هي الموهبه الاستثنائيه. جاء كمان استاذ، اليوم العلاقه الروحيه بين الاستاذ والطالب هي شيء كثير مهم. الاستاذه فيكتوريا هي من الاستاذ زي فعلا كثير القديرين واللي اثبتوا اليوم موجوديه هي من زمان بسوريا، يعني من اكثر من 20 سنة ويمكن اكثر، يعني بنتذكر من احنا وصغار هي كانت كمان استاذتنا. فهذا التناغم الروحي اللي شفنا النتيجه تبعه اليوم على المسارح مثل ما قلت لك هو فخر لنا كسوريين وكموسيقيين سوريين انه يعني مشاركه سوريا بهذا الشيء. طبعا هي سوريا بالاخير تستحق، لانه اليوم سوريا ولادة، يعني نحن اليوم بلد الحضاره بلد الابجديه الاولى، فمن الطبيعي يكون في عنا اطفال وفي عنا مبدعين وفي عنا موهوبين. بنبسط اكثر لما نحن هي المواهب عم نقدر نحن نتابعها، عم نقدر انه نصقلها، عم نقدر دائما نطورها، لانه اليوم اي موهبه اذا ما تابعت وما تطورت فاكيد ما راح تقدر تبدع، ما راح تقدر انه تمشي لقدام. مثل ما قلت لك اليوم نحن بنعتبر هذا الشيء هو نقله نوعيه، لان بنعتبر هذا الشيء بيحملنا مسؤوليه اكبر. بهالمناسبه فعلا بوجه تحيه كبيره لقيس وبارك له ولاهله، لانه اهله كمان تعبوا بموضوع انه ناخذ ونجيب، يعني بثلاث سنين حرب وما قطعوا، هو ساكن بجرمانة وكان يجي على المعهد على السحواد اللي بالعفيف ما قطعوا ولا درس. بنفس الوقت استاذه فيكتوريا الطاقم التدريسي والاداري بمعهد صحي الوادي وبكافه المعاهد اليوم على نحن روح العمل الجماعي، يعني احنا بنعتبر دائما المعهد هي فريق عمل واحد ما بين الاهل وما بين اداره المعهد، انه احنا دائما بنكمل بعضنا. فالحمد لله انه وصلنا لهي النتيجه بهذا الوقت الصعب. هي اكبر رساله لكل العالم ليعرفوا اليوم سوريا شو، اطفال سوريا مين هنن، مبدعين سوريا مين هنن، وهذا الشيء كان على ارض الواقع. على المسرح ما في مجامله، يعني اليوم اي شيء بالحياه فيه مشامله الا المسرح والموسيقى واي شيء نحن نقول انه على المسرح. اكيد. فكان يعني على المسرح استاذ محمد كمان خلينا نحكي انه هذا الشيء وهي المشاركه هي نابعه من تاسيس صح، مثل ما قلت معاهدنا الموسيقيه معروفه بتاسيسها باجيال متميزه تركت بصمتها. بدي نوه كمان انه هلا عم يطلع رقم على الشاشه للكل يلي بحب يستفسر من حضرتك عن التسجيل حاليا بالمعاهد وبحب يسالك عن اي استفسار، فايضا الرقم عم يظهر اسفل الشاشه. خلينا نحكي عن التسجيل، هلا بلشت التسجيل امتى؟ هلا نحن في قصه مهمه كثير دائما انا بحكيها، نحن ضمن الحرب الكونيه على سوريا تم افتتاح 4 معاهد في المحافظات. افتتحنا معهد محمد عبد الكريم بحمص، معهد محمود العجام باللاذقيه، معهد نجيب السراج بحما، ومؤخرا من شهرين تقريبا افتتحنا المعهد العربي للموسيقى في طرطوس. بالاضافه لوجود معهد صحي الوادي بدمشق ومعهد صباح فخري بحلب ومعهد فريد الاطرش بالسويداء. نحن اليوم التسجيل رح يبلش بالمعاهد اعتبارا من 10/6 بكل المعاهد الموسيقيه، بالاضافه لمدرسه الباليه في دمشق كمان لانه موجود تابع لنا. العمر هو من 7 سنوات ل 12 سنه اللي بناخذه للاطفال. بيتم التسجيل هلا، بعدين بيخضعوا لتيست لامتحان قبول. امتحان القبول هو عباره عن امتحان نختبر فيه موهبه الطفل من ناحيه الايقاع الموسيقي والابنه الموسيقيه للطفل، انه بنعطيه صوت على البيانو بنوصل معه للصوت للصوتين 3 أو 4 والايقاع الموسيقي، هون بتبين الموهبه للطفل، بعدين بفوت على المعهد. هلا بالتوازي في شيء اسمه نحن مشروع معنا للموسيقى اللي قلنا ماشيين فيه تقريبا 2 سنين، هلا رح نرجع نجدده بدمشق. دائما بيجينا انه تساؤلات كثير انه اخي انا اليوم ما لحقت، ما كان في معهد او ماني عرفاني، صار عمر ابني 13 او 14 او 16 او حتى عمري 20 سنه او حتى 30. فمشروع معنا للموسيقى كمان هو بالتوازي هو مشروع للجميع لكافه الاعمار، بس طبعا بيختلف عن موضوع المعهد انه ما في موضوع
الشهادة. يعني اليوم إنه المعهد دراسته إجباري خمس سنوات كمرحلة تحضيرية، بعده بتاخذي شهادة المرحلة التحضيرية، وفي منهم بكفي اللي بيحقق معدل أكثر من 80% بكفي للمرحلة المتقدمة. يعني في منهم كتار مثل ما نحن كنا وصغار، يعني فتنا بالصف الأول بالمدرسة، طلعنا من المعهد بصف البكالوريا وفتنا للمعهد العالي للموسيقى. نعم. هي تقريبا باختصار بالسنة التحضيرية ما بيكون في آلات، بالسنة التحضيرية فقط بتكون دراسة سولفيج وآلة ريكوردر، بالسنة الأولى بيتم انتقاء الآلات الموسيقية للأطفال بناء على عدة معايير. خلينا يمكن معنا اتصال، أي استفسار لنا في أرقام ظاهرة أسفل الشاشة. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك. ممكن أحكي مع الأستاذ محمد؟ أكيد هو معك. أنا يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. أنا هلا أنا من حقه ابني عمره 8 سنين، بس بدي أفهم منك إنه كيف ممكن إني أعلمه الموسيقى أو في معاهد بحما؟ تماما، شكرا لك. في معهد بحما اسمه معهد نجيب السراج اللي قدام المحافظة، رح يبلش التسجيل من 10 حزيران، وعمره 8 سنين هو من الاعمار اللي يعني المسموح انه تقدم، فهلا بتسجلوا. وفي شيء رح يكون بالصيف مثل دوره تحضيريه بواحد 8 بتبلش دوره تحضيريه، مشان تعرف الاهالي انه شو طبيعي، يعني طبعا الاطفال يعني انه شو طبيعه الفحص اللي بده يكون بدي نسال فيه الطفل. بصراحه موضوع الدوره انا يعني اوجدته مشان نخلص الموضوع الدروس الخصوصي وبعض الاستغلالات اللي قد ممكن تحدث من بعض الاشخاص، واحيانا ممكن عشان يعرفوا توجه ابنهم وين، ما بيكونوا خريجين معهد ولا اساتذه معهد. فالقصه نحن هو امتحان كثير بسيط، في منهم هيك اهالي كثير بيحملوها زياده يعني الموضوع. فنحن هي الدوره 4 دروس هي كافيه للطفل لحتى يخضع لامتحان القبول، لانه هي مجرد بس اختبار للموهبه. نعم، استاذ محمد معنا كمان اتصال ثاني، حسان من دمشق. يسعد صباحك حسان. اهلين، صباح الخيرات. صباح الخير، حسان تفضل، شو بتحب توجه سؤال او اي استفسار للاستاذ محمد؟ والله انا هلا من شوي فتحت، بس تعلي صوتك شوي لاني ما عم اسمعك. شوي انا كانت مقطوعه الكهرباء وهلا اجيت. انا هلا شعلت التلفزيون شفت هالولد الصغير الله يحميه لاهله اسمه قيس عم يعزف البيانو. ايوه، يعني شيء بيرفع الراس اكيد ولد بهالعمر يكون عنده هالموهبه الفظيعه والحلوه. يعني بنتشكركم انه انتم عم تعملوا هالشغلات بالمعهد تبع صلح الوادي، وبنفس الوقت نتمنى انه هيك طفل انه يساعدوه انه ليعمل شغلات ويتبنوا ناس ينمي هالموهبه الظريفه اللي بترفع الراس. والله انا من زمان كان لي ابن خل ابن الحلواني هلا هو دكتور جراح بالمانيا الغربيه، وهو خريج معهد صلح الوادي، وهلا بيعزف بالفرقه الموسيقيه الفرقه السيمفونيه اللي بالمانيا. هو دكتور وهو متخرج من معهد صلح الوادي. نعم، يعني شغلات ومواهب نرفع راسنا فيها انه يكون ببلدنا في هيك شغلات حلوه. أكيد كلياتنا بنرفع رأسنا بالشباب السوريين وبأي حدا من سوريا قدر أنه يثبت وجوده سواء بسوريا أو خارج سوريا. شكرا لمشاركتك لنا، ومثل ما قلت قيس هو مو حالة شاب واحد سوري، في كتير حالات من هاي الشباب، إن شاء الله نقدر نضوي عليهم لأكبر قدر ممكن. أكيد رح نضوي بالمتابعة موجودة، ويعني إن شاء الله بتسمعوا أخبار حلوة عن قريب. يعني أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا، نتمنى لك التوفيق، وكمان بدنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب السوريين اللي يمكن يوم بعد يوم رغم كل ظروف الحرب والأزمة، لأنه يمكن الأمل موجود، الإبداع موجود. عم نتفاجأ بمواهب كتير كبيرة عندنا بسوريا، فبدنا نتشكر كثير على الجهود اللي عم تقوموا فيها بشكل كثير كبير. هذا الواجب اكيد. شكرا كثير لكم، شكرا دائما للاخبار السوريه، دائما هي عم تكون متابعه معنا لحكتنا الثقافيه ونشاطاتنا، وان شاء الله نحن دائما رح نضل مستمرين بقدر الامكان. شو فينا نعطي رح نعطي اكيد، ورح نضل موجودين بالمسارح وبالمحافل الدوليه، ورح يضل اسم سوريا وعلم سوريا مرفرف حاليا. اكيد استاذ محمد.